Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة. Aujourd'hui on va discuter ensemble une nouvelle règle grammaticale très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم وهنناقش مع بعض قاعدة مهمة جدا وأساسية في تعلم اللغة الفرنسية. À savoir les articles contractés. Les articles contractés. أي أدوات الإدغام. أهمية الدرس ده هو إن إزاي أقدر أكون جملة سليمة، جملة ما فيهاش أي خطأ. في فيديو قبل كده وفي لسون قبل كده أخدنا les articles contractés avec la préposition مع حرف الجر A. النهاردة في الفيديو ده أو في اللسون بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن les articles contractés أدوات الإدغام avec la préposition مع حرف الجر 2. طيب يعني أولا article contracté. قلنا يا أولاد إن article contracté يعني أدوات الإدغام. بكل بساطة عندي les articles définis أدوات المعرفة اللي هي le, la, الأبوستروف لي بتدخل على حرف الجر فبتغير من شكله. طيب إذا بالتالي les articles contractés avec la préposition de بتبقى بالشكل ده. عندي أول article du de la de l apostrophe et d. Alors ce sont les articles contractés avec la préposition de, and, du, de la, de l apostrophe et d. طيب يعني du, يعني de la, يعني de l apostrophe, يعني d. طبعا الارتيكل دي كلها معناها بتدل او بتوصف لي الملكيه، يعني مثلا بتاعت حد، بتاع كذا او من كذا. هنشوف معناهم واحنا بنشرح اللسون. طيب انا بستخدم دي وبستخدم دولا وبستخدم دو الابوستروف وبستخدم دي على حسب طبيعه او نوع الكلمه اللي هتقابلني. فدي انا بستخدمها مع كلمه، الكلمه دي بتكون ماسكولا سنجوليه مفرد مذكر. دولا بستخدمها مع كلمه فيمينا سنجوليه مفرد مؤنث. دو الابوستروف دي بتيجي طبعا مع نو او مو، الكلمه دي بتبقى طبيعتها ايه؟ فويل، يعني كلمه مفرد بس بتبدا بلتر فويل بحرف متحرك. بعد كده طبعا دي بسيطه جدا مع نو بلوريال مع الاسماء او الكلمات الايه يا اولاد؟ الكلمات الجامعه. طب بناخد كل ارتيكل على حده وبنتعرف عن الارتيكل كونتراكتي دي. دي كان اصلها ايه؟ دي كان اصلها يا اولاد او كانت في الاصل حرف الجر دو وجي بعد منها كلمة مذكر، كلمة المذكر أو المفرد المذكر اللي هي أختيكل ديفيني لو. بس أنا ما عنديش حاجة اسمها دو لو، يعني مش هقدر أقول دو لو، أمال اسمها إيه؟ اسمها دو. فأنا بشرحها لك بس ببسطها لك. طب عاوزني أبسطها لك خالص يا عم؟ دي للمفرد المذكر خلاص. يبقى دي بستخدمها مع كلمة مفرد مذكر. طب جات إزاي؟ أصلها إيه؟ كان أصلها يا أولاد دو بلس لو، يعني دو وجي بعدها كلمة مذكر. باغ اكزومبل نشوف أول مثال. سي لو بيرو باترون. سي لو بيرو باترون. سي لو بيرو إنه مكتب. باترون مدير. طيب عاوز أقول إنه المكتب بتاع المدير أو مكتب المدير. فهمتوا التركيبة ماشية إزاي؟ مكتب المدير أو المكتب بتاع المدير. تمام. واحد يقول يا مستر سهله سي لو بيرو ها بتاع ها دو ها لو باترون. طبعا باترون كلمه مذكر فتبقى لو دو لو باترون. طبعا واحد ثاني يقول لا هو التفكير صح بس التنفيذ غلط، مفيش حاجه اسمها دو لو. امال الصح ايه يا اولاد؟ طبعا الاجابه هنا هتبقى خطا، الصح هتبقى دو. سي لو بيرو دو باترون. سي لو بيرو دو باترون. إنه مكتب المدير أو المكتب بتاع المدير. أوتر إكزومبل، مثال آخر. يبقى إحنا دو أرتيكل كونتراكتي بستخدمها مع كلمة مفرد مذكر، كان أصلها دو وجي بعدها كلمة مفرد مذكر. سي لا كابيتال جابون. سي لا كابيتال جابون. طبعا إنها عاصمة اليابان أو إنها أو هذه العاصمة بتاعة اليابان. فهمتوا تركيبة الكلمة؟ إنها عاصمة اليابان أو العاصمة بتاع اليابان. سي لا كابيتال ها جابون يعني اليابان. قول مثلا كده سي لا كابيتال دو
le Japon. ده حل واحد يقول لي كده سي لا كابيتال دو لو جابون. طبعا الاجابه هنا ايه؟ الاجابه خطا، مفيش حاجه اسمها يا اولاد دو لو. امال الصح عندي سي لا كابيتال دو جابون، سي لا كابيتال دو جابون، انها عاصمه اليابان او العاصمه بتاعت اليابان. اوتر اكزومبل، نشوف مثال اخر يوضح لنا القاعده. بيقول لي كده زوت يا إلهي، زوت يا إلهي، جي أوبليي لو نو ريستورون. زوت يا إلهي، جي أوبليي، جي أوبليي، أنا نسيت لو نو ريستورون، أنا نسيت لو نو يعني اسم ريستورون، اسم المطعم. يا إلهي أنا نسيت الاسم بتاع المطعم، أو أنا نسيت اسم المطعم. شفتوا تركيبة الجملة؟ اسم المطعم أو اسم بتاع المطعم. طيب واحد يقول يا مستر سهلة، زوت جي اوبليي لو نو ها دو لو ريستورون، عشان ريستورون مذكر. طبعا بصوا، طبعا ده كله غلط، طبعا مفيش حاجة اسمها دو لو. واحد يقول يا مستر انت مصعبها ليه؟ ريستورون مطعم، خلاص مفرد مذكر هتبقى دو على طول، يبقى زوت جي اوبليي لو نو دو ريستورون. زوت جي اوبليي لو نو دو ريستورون، يا إلهي أنا نسيت اسم الإيه؟ اسم المطعم. وبقت سهلة خلاص، يبقى دو لكلمة مذكر. بس أنا عاوزك تعرف إن دو كان أصلها إيه؟ دو لو. مثال آخر بيقول لي كيلي لا دات دو نيسونس بروفيسور، كيلي لا دات دو نيسونس بروفيسور، كيلي لا دات يعني ما هو تاريخ دو نيسونس، نيسونس الميلاد، إيه هو تاريخ الميلاد بتاع المدرس؟ طب ايه هو تاريخ ميلاد المدرس؟ شايفين ماشيه ازاي الجمله؟ واحد يقول لي سهله يا مستر، كيلي لا دات دو نيسونس دو لو بروفيسور، طبعا غلط، ما فيش حاجه اسمها دو لو. واحد يقول لي يا مستر انت مصعبها ليه تاني؟ بروفيسور مدرس، كلمه مفرد مذكر هتبقى دو بروفيسور. كيلي لا دات دو نيسونس دو بروفيسور، كيلي لا دات دو نيسونس دو بروفيسور، يعني ما هو تاريخ ميلاد المدرس؟ مثال آخر على دو بيقول لي جو سوي فاتيغي، جو سوي فاتيغي، جو سوي فاتيغي، أنا مرهق، أنا مرهق، أنا عيان. ها جو فيان بيرو، جو فيان بيرو، أنا مرهق، أنا جاي من المكتب. عايز أقول كده أنا جاي من المكتب. طبعا جو فيان دو دو لو بيرو، جو فيان دو لو بيرو، انا جاي من المكتب. واحد يقول لي يا مستر غلط، مفيش حاجه اسمها دو لو. طبعا صح، مفيش حاجه اسمها يا اولاد دو لو، يبقى مفيش حاجه اسمها يا اولاد دو لو. طبعا الصح عندها تبقى جو سوي فاتيجي، انا مرهق، جو فيان دو بيرو، انا جاي من المكتب. مثال اخر على دو، طبعا دي كلها امثله كتيره جدا على دو. بيقول لي كده جي ادوري، جي ادوري، انا احببت او انا عشقت كتير، او انا عشقت او انا بحب كتير. جي ادوري، فيرب ادوري يعني يعشق او بيحب الحاجه بزياده. جي ادوري لا ميوزيك فيلم، انا حبيت جدا موسيقى الفيلم. لا ميوزيك فيلم، ها موسيقى الفيلم او الموسيقى بتاع الفيلم. ها جي ادوري لا ميوزيك، واحد يقول لي كده دو لو فيلم، جي ادوري لا ميوزيك دو لو فيلم. طبعا الاجابه يا اولاد خطا، هتبقى الاجابه الصح بتاعتي جي ادوري لا ميوزيك دو فيلم، انا احببت كثيرا موسيقى الفيلم. طيب مثال اخر برضو على دو، دي كلها امثله اللي تساعدك على التركيز اكتر. بيقول لي نو غوفنو، نو غوفنو سينما، نو غوفنو سيني، نو غوفنو فيرب غوفنير يعني يرجع او يعود، احنا رجعنا من السينما. طبعا سيني، كلمة سيني او سينما كلمة ماسكولا مذكر. واحد يقول لي كده نو غوفنو من يعني دو لو سينما، ما احنا قلنا يا ولاد ان دو دو لا دو لا ابوستروف دي معناها من كذا او بتاع كذا، خلاص نو غوفنو ها دو سينما، احنا رجعنا من السينما. طبعا دو لو مفيش حاجه اسمها دو لو.
هتبقى نون revenant du cinéma. مثال آخر على دو autre exemple. Ils reviennent musée. طبعا revient verb revenir يرجع أو يعود. هم رجعوا من المتحف. Musée يعني متحف. طبعا واحد يقول يا مستر ils reviennent de le musée. ما فيش حاجة اسمها يا ولاد de le. طبعا ils reviennent du musée. برافو du musée. هم رجعوا من المتحف. طيب تاني أختيك لي معايا أختيك كونتراكتي دولا. دولا طبعا من اسمها كده أو من شكلها معروف إن هي بتيجي قدام كلمة مؤنثة. طب دولا كان أصلها إيه؟ كان أصلها حرف الجر دو وجي بعدها كلمة مؤنثة بتاخد لا فبالتالي بقت دولا. طب ما اتغيرتش ليه يا مستر؟ ما اتغيرتش خلاص دو لا. يبقى دولا قدام كلمة مؤنثة. دولا معناها بتاع كذا أو من كذا. مثلا il vient هو جاي من يعني دو لا بيبليوتيك. Il vient de la bibliothèque. هو جاي من المكتبة. Bibliothèque مكتبة القراءة. Il vient de la bibliothèque. هو جاي من المكتبة. مثال آخر على دولا. Louise vient cafétéria. Louise جاية من عايزون من الكافيتيريا. يبقى Louise vient طبعا كافيتيريا كلمة مؤنثة. Louise vient de la cafétéria. Louise vient de la cafétéria. Louise جاية من الكافيتيريا. مثال آخر على دولا. يبقى دولا بتيجي يا ولاد مع كلمة مؤنثة. Quelle est la capitale France? Quelle est la capitale? عايزول ما هي عاصمة France. France فرنسا. طبعا France دولة مؤنثة. Quelle est la capitale de la France? Quelle est la capitale de la France? ما هي عاصمة فرنسا. مثال آخر على دولا. يبقى الدرس ده بسيط جدا وبيعلمني ازاي اقدر اكون جملة سليمة. Quelle est l'adresse banque? Quelle est l'adresse banque? Quelle est l'adresse banque? عزول ما هو عنوان البنك. طبعا كلمة بنك كلمة مؤنثة. Quelle est l'adresse de la banque? Quelle est l'adresse de la banque? ما هو عنوان البنك. مثال آخر على دولا. Vous avez fait. Vous avez fait. أنتم أنهيتم. هل أنتم أنهيتم ليزيكزيرسيس تمارين ها دولا باج 23. أنتم أنهيتم دولا باج. باج كلمة مؤنثة 23. أوتر إكزومبل. مثال آخر على دولا. لوبيتال إيت أون فاس. لوبيتال إيت أون فاس. لوبيتال المستشفى. لوبيتال إيت أون فاس هي في وش أو تواجه خلاص. فارماسي. فارماسي صيدلية. فارماسي كلمة مؤنثة طبعا هقول كده. لوبيتال إيت أون فاس دو لا فارماسي. لوبيتال المستشفى إيت أون فاس مواجهة أو هي في وش مين؟ دو لا فارماسي الصيدلية. مثال آخر على دولا. Ce sont les clés. Ce sont les clés voiture. Ce sont les clés voiture. ولازم ننطقها منطقة بصورة مش فاتور. لا على طول كده اعمل ستريس على لا لتر U. بصوا voiture. Ce sont les clés. إنها مفاتيح de la voiture. Ce sont les clés de la voiture. Ce sont les clés de la voiture. إنها مفاتيح السيارة. طيب دو ال ابوستروف. دو ال ابوستروف طبعا بتيجي مع كلمة مفرد بتبدأ بحرف متحرك أو بلتر فويل. دو ال ابوستروف كان أصلها إيه؟ كان أصلها برضو لا بريبوزيسيون دو حرف الجر دو وجي بعد منها كلمة. الكلمة بتبدأ بحرف متحرك طبعا ال ابوستروف فطلع لي الناتج عندي دو ال ابوستروف. طيب غوندي فو معادنا دوفون قدام لا بورت اوتيل. معادنا قدام باب المستشفى. غوندي فو دوفون
rendez-vous devant, معادنا قدام la porte de L apostrophe de l'hôtel باب الفندق. طبعا hôtel هتاخد دو L apostrophe. مثال آخر على دو L apostrophe بلاقي عندي Ils sont partis université à 10h du soir. Ils sont partis هما رحلوا مشوا نقط université الجامعة الساعة 10 مساء. طبعا université كلمة بتبدأ بلتر فويل ماليش دعوة مذكر مؤنث مش مهم. université كلمة بتبدأ بلتر فويل هتبقى دو ال أبوستروف. مثال آخر على دو ال أبوستروف Tu as le numéro de téléphone hôtel. Tu as le numéro. Numéro. Rakam de téléphone. Ha. Le fondo. طبعاً كلمة hôtel. طبعاً بتبدأ بحرف H. H طبعاً يعامل معاملة الحرف الفويل. ببسطها لكم بكل بساطة. طبعاً دو L apostrophe. Autre exemple. على دو L apostrophe. Je cherche. أنا بدور. أنا ببحث. ها. ببحث عن إيه؟ L'adresse. عنوان. Auteur de ce livre. Auteur de ce livre. عايز أقول أنا بدور على عنوان. ها. المؤلف. مؤلف هذا الكتاب. كلمة أولاد auteur. Auteur يعني مؤلف. Auteur. طبعا كلمة auteur بتبدأ بلتر فويل لتر A. هتبقى Je cherche l'adresse de l'auteur de ce livre. Je cherche l'adresse de l'auteur de ce livre. أنا بدور على اسم مؤلف هذا الكتاب. Autre exemple à la 2L apostrophe. Quel est le nom? Quel est le nom? Actrice qui joue dans Amélie. Quel est le nom? ما هو اسم actrice الممثلة qui joue اللي بتمثل dans Amélie في film Amélie. طبعا le nom اسم الممثلة اسم بتاع الممثلة فده ترجمة الايه الارتيكل اللي معايا طبعا اكتريس كلمة مؤنثة بس بتبدأ بلتر فويل quel est le nom de l'actrice quel est le nom de l'actrice qui joue dans Amélie. طيب مثال اخر على 2L apostrophe elle vient Angleterre. Elle vient Angleterre. طبعا elle vient هي جاية عزول من Angleterre إنجلترا. بنطقها ازاي Angleterre. طبعا Angleterre دولة. دولة بتبدأ بلتر فويل. طبعا دو ال apostrophe. Elle vient de l'Angleterre. هي جاية من إنجلترا. مثال آخر الارتيكل آخر ارتيكل معايا هي الارتيكل دي. قلنا دي ارتيكل كونتراكتي. طبعا بتيجي قدام كلمة جمع كان أصلها يا ولاد كان أصلها دو لا بريبوزيسيون دو وجي بعدها أختيكل ديفيني طبعا لي كلمة جمع مش هقول دو لي أمال هقولها إيه؟ هقولها دي أوتر إكزومبل أو مثال آخر على الأختيكل لو سينما كاسترو إتو كوان رو ماركي إي كاسترو بقول لي سينما كاسترو دي بتكون على ناصية شوارع ماركي اي كاسترو انا يهمني كلمة ايه؟ رو رو شارع كلمة جمع واحد يقول لي طبعا هتبقى مستر دو لي رو طبعا دو لي مفيش حاجة اسمها دو لي هتبقى يا ولاد لو سينما كاسترو اي تو كوان دي رو ماركي اي كاسترو رو شوارع طبعا كلمة جمع اوتر اكزومبل على دي Quel est le prix? Quel est le prix? Chaussures rouges. Quel est le prix? Quel est prix? سعر. Price. أو جايزة. طبعا هنا معناها سعر. Quel est le prix? Et هو سعر chaussures rouges. الجزمة الحمراء. طبعا كلمة chaussures هي بتيجي دايما جمع لأنها زوج من الأحذية.
خلاص جزمة بتيجي دايما كلمة جمع شسور. ايه هو سعر الأحذية؟ ايه سعر الجزمة او ايه سعر بتاع الجزمة؟ شفت تركيبة الجملة؟ طبعا واحد يقول لي يا مستر كيلي لو بري دو لي شسور، ما يصح هي يا مستر دو لي، طبعا دو لي طبعا ما فيش حاجة اسمها دو لي، غلط خالص. كيلي لو بري ها دي شسور روج، كيلي لو بري دي شسور روج. اوتر اكزومبل، مثال اخر على دي. Tu connais. Tu connais les cousins. Tu connais les cousins amis de Pierre. هل تعلم أبناء عم les cousins يعني أبناء عم أصدقاء Pierre. Pierre. Tu connais les cousins بتوع أصدقاء مين Pierre أو أصدقاء Pierre طبعا. واحد يقول يا مستر دو les amis de Pierre طبعا الإجابة هنا خطأ يا أولاد. Tu connais les cousins. هل تعلم أبناء عمومة أو أبناء مين بقى؟ أبناء عم. Des amis de Pierre. Autre exemple. مثال آخر على دي. La voiture. La voiture voisin est superbe. La voiture العربية ها voisin الجيران. عربية الجيران أو العربية بتاعة الجيران مالها؟ سوبرب، تحفة، رائعة، جميلة. طبعا لا فواتور، عفوا لا فواتور دو لي دو لي فوازان، طبعا مفيش حاجة اسمها دو لي، غلط. أمال اسمها يا ولاد لا فواتور دي فوازان اي سوبرب. لا فواتور دي فوازان اي سوبرب. العربية بتاعة الجيران مالها؟ بتكون تحفة أو رائعة. مثال آخر على دي. Quelle est la capitale États-Unis؟ Quelle est la capitale États-Unis؟ إيه هي عاصمة États-Unis الولايات المتحدة؟ Quelle est la capitale États-Unis؟ إيه هي العاصمة بتاع الولايات المتحدة؟ واحد يقول لي يا مستر سهلة. Quelle est la capitale de les États-Unis؟ De les États-Unis. طبعا مفيش حاجة اسمها يا ولاد de ليه؟ امال الصح بتاعها يا ولاد بقى كيلي لا كابيتال ديز ايتازوني ديز ايتازوني ديز ايتازوني الولايات المتحده. مثال اخر على دي. يبقى دي يا ولاد اختيك الكونتراكتيف تيجي مع الكلمه الجمع. فوزافي لي ريبونس، هل معاكم لي ريبونس الاجابات بتاعت اكزرسيس 1 اي 2؟ طبعا هقولها فوزافي لي ريبونس de les exercices. طبعا غلط. امال يا ولاد دي vous avez les réponses. برافو، هتبقى vous avez les réponses دي des exercices 1 et 2. يبقى نوت بيان، اخلي بالي، اخلي بالي من ايه بقى يا ولاد؟ احنا النهارده اتكلمنا او درسنا النهارده او اللسون بتاعتنا النهارده كانت سهله جدا، كانت فحواها ايه؟ ان ازاي اقدر اكون جمله سليمه، اقدر اركب جمله بتاعت كذا او من كذا. قلت عندي 4 ارتيك كونتراكتي افيك لا بروبوزيسيون دو، وهما قلنا عندي دو دولا دو ال ابوستروف اي دي. قلت بستخدمهم على حسب نوع الكلمه. قلت ان دو قدام كلمه ماسكولين سانجولي مفرد مذكر، دولا قدام كلمه فيمينان سنجولي مفرد مؤنث، دو ال ابوستروف قدام كلمه ايه بتبدا بلتر فويل حرف متحرك، ودي قدام كلمه بلوريال. بكده خلصنا الفيديو بتاعنا. الدرس ده مهم جدا، راجعوا واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. ميرسي بوغ فو اي على فوا بروشين. اوغوفوار.